chote utataka nitakupa ma. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanny Lungu. If there's something that you guys want us to react to, let us know by dropping the link in the comment section below, and we'll be more than glad to do it. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel so far. Thank you for subscribing, liking, and commenting, and everything that you guys do. We're very, very grateful. I hope you guys are doing all right, and may you stay blessed. So today I'm going to be reacting to Calming and Relaxing Quran Soothe Your Soul. So without wasting time, let's get into the video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير We don't know how tomorrow will be, but we're certain that God will still remain the same. And yes, there are people out there that will preach down to something to make you feel like what you believe in is wrong or even believing in God is wrong, which is, I mean, by now I think some of us are youth, some people are not youth. And then there was a point made about forefathers, the people that would choose to stick with what their forefathers believed in. We know back in the days things were different. There was nothing like religion, but people prayed to some sort of thing, some nature, some meditated, and others, I don't even know what they prayed to. They prayed to all sorts of things. But my question is this. So if these people in the day, our forefathers, are they going to go to heaven or hell? Because those guys, Islam didn't exist then. Christianity didn't exist. None of these things existed. So what's going to happen to those forefathers? Because as far as I'm concerned, and
what I've gotten from these videos that I react to, Islam is the last religion meant for everyone to be on the right path. So what's going to happen to our forefathers then? Because it's just, and it's something that we should really think about, because I'm thinking they were not aware of the religion then, this religion then. So what's going to happen? And for the people that still follow their forefathers, whatever they were doing back in the days, what's going to happen to them as well? Because what if they haven't been exposed to this religion? They just choose to follow what their forefathers believed in. Because also, I've also reacted to videos where it says if the person wasn't aware, maybe yes, they'd make it to heaven. So just, I would love for someone to clarify that. Otherwise, let me know what you guys think. At the end of the day, God has given us all these things. You yourself are your creation. When you look in the mirror, that's God's beautiful creation. Everything around us has been given to us by God. Those are blessings, and we should be grateful in everything that we do. And let me know what you guys actually think. What do you want to talk about in this video? What did you get from this recitation? Otherwise, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.